وصل بلا حصر. ما عنده مشكله وكذا لانه عندنا مشكله في اليوتيوب. قلت لهم يا عيال ولدنا ده. من اول مشهد او من اول حلقه لاخر حلقه كل المشاهد اللي تتعلق بالجلسه دي وتصورهم في الجلسه دي ممكن اول يوم. بس صعبه والله صعبة. يعني مشهد مثلا من الحلقة الأخيرة أصوره أول يوم في التصوير. مثال مثلا غزي المشهد الأول وأنت حزين. غزي الآن مشهد رقم 30 غزي فرحان في نفس اللوكيشن نفس اليوم. أيوه نفس اللحظة. اسمع ومكياج تاني كل شيء تاني صح؟ لا المكياج لا اللبس مختلف. لا أحيانا ممكن مكياج إنه هنا انضربته هنا عندك حاجة زي بيبقى في راكور. أوف أوف الميك اب بيعمله. بس صعب. هو فعلا صعب مش سهل طبعا. ضبط الراكورد يعني والله مره صعب. عشان كده بعض الافلام العالميه يطلع فيها اخطاء راكورد. افلام عالميه مدفوع فيها ملايين. لا طيب مين اللي يكتب يا ابوي؟ والله لخبطه والله. عشان تقعد تمسك المشهد هذا تصور في الديسك الفلاني وفي الهارد ديسك الفلاني قصدي حتتعب نفسيا. انت بيبقى معاك مساعدين اخراج بيبقوا هم المسؤولين عن كده. المخرج المنفذ هو المسؤول يرتب لك الاوردر. في راكورات ملابس مساعد راكور ملابس هو المسؤول عن راكورات الملابس اللي لبست ايه في الحلقه كذا وفي المشهد كذا ومش مسموح لك تغير من شكلك او تحلق او لا 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 راكور هتكون كارثه صح؟ لا طبعا تفضل كده لحد ما تخلص. عارف واحد صاحبي ما حلق شعره عشان كده. واحد صاحبك سووا بس انت حاله لو سمحت. الله يخليك شوفوا والله يا جماعه لما تفكر والله صعب يا ابو علي. والله اتكلم ولا قلبي خليه يجيبك قلبه وروحه خلوه لي شخص غير عباس يا اخي مران طلع النبي انت مسك جيبك في نفس اللوكيشن بحبه في اول يوم تصوير صور لي مشهد من اول الحلقه ومشهد من الحلقه الاخيره في نفس المكان ولازم تتقمص وتعيش الدور. هي شغلانه كده صعبه والله متعبه نفسيا صعبه والله. طبعا حط في الاعتبار ان الممثل يكون معاه النص وقاري النص هو عارف شخصيته ايش فهمت انك تتقمص الصعوبه. ايوه هو عارف شخصيته يعني شخصيته انتهازي شخصيته شخص مغلوب على امره شخصيته رجل سعيد وفرح. بس انت غني انت وين عبد الرحمن هدوك شنو انتم عارفين وقت السحور يعني لو أزال نزلنا ودوك برضو ما لكم صحي والله ما لكم صح شكرا لكم داعي والله لكم داعي حلو عبد الوهاب وين بقيت العيال عبد الوهاب انت شخص غني حطني مع ده السعال والله انت عندك مشاكل ما شاء الله وشراني تمام وتبغى تسيطر غير الغني العادي غني طيب في غني شراني في مجد عبد الغني هذه شخصيه انت ما تتكلم اسكت خالص انا مسوي رجيم اصلا مو فارق والله من ما عرفتك لا مش من الاخوين ابراهيم بسم الله ابراهيم وعبد الله حبيبي كانوا معايا وين راحوا وين باقي الربع ابراهيم عبد الله تنفيذ خاصه لو ابراهيم نقيب عزمه خير اعطوك دور بعيد شخصيتك الحقيقيه اوف هنا الكارثه بس بالعكس ده هذا الممثل ده متعة الممثل انه يعمل شخصيه مخالفه للشخصيه اه والله عشان يتحدى نفسه صح طبعا ممثل شكله بس سؤال ابى نقعد معاكم لما يجي الشباب هل لما تطلع من المسلسل تاخروا ما عندك وقت مثلا خلاص حياتك العاديه تاثر عليك شخصيتك في المسلسل في حاجات والله بص يعني قليل بس في حاجات في فنانين كذا بتبقى شخصيه معاه والله ما يصير في فنان معروف فتره يعني بس مش تاثر تاثر يعني لا انا معاك قاعده تاثر انما ايه ما عليك من بس تتعب يعني بس يصير تاثير صح نجيب وين يصير تاثير طبعا نجيب وين الموضوع مش سهل يا ابني تخرج وتدخل شخصيه ده مش سهل يا عبد الله انا مو دوري اني ابلغك انه في سحور ليش انا دور... مو دورك وين الاخوه شكرا. انا دوري اجي اتسحب انا دوري اجي اتسحب وين الاخوه وين المحبه وين الاخوه اكلت مع هاني يمثل الدور شكله انهزم صح شكله انهزم صح هاني واضح انك انهزمت والله سحرت يا ولد انت اللي قاعد تصور سحرت العالمي والله عمل انت اللي قاعد تصور سحرت انه عندك يا استاذ خميس سحرت؟ والله ايوه ملعب شباب شو ايش؟ لا باكل هذه قدام حاره ترى وكان عنده شيء مش لا والله شيء مش فتح حلقك
إدان باكستاني نقيب يا الله إبراهيم حاجة مش طبيعية شوف جوالك قاعد دق عليك قاعد يطلب اي والله يا عيال يا عيال وين قاعدنا هذه خلفية في جوالك وين قاعدنا قاعدين تاكلوا كذا وين قاعدنا نقيب تعال هنا فزنا نقيب شكرا يا أخي والله شكرا من اين ابدا اول حديث وغرام الله قلنا تبدا ولا شيء تمراني شباب وين صالح العمري الله بس الله تمراني صراحه مالكم صاحب اقول لكم شيء يا شباب الله داوم حقيقي والله ريحتكم رز ودجاج جلسه اهدى عباس اهدى ايوه اهدى لي كيف حالك يا عباس رزي كيف بطنك اليوم يوم مفتوح لا اللي حكيت عليه اليوم اوبن ها ايه عيش عيش قبل نوح كثر هذا اليوم يوم مفتوح ها كثر ملوخيه ما انت مرتاح اليوم يوم مفتوح كل ليش عشان تحس انه فيها انت عباس لا تتكلم معي وش بك يا صالح انت لا تتكلم معي اللي بيني وبينك انا ماني مرتاح ابراهيم انا جاني علم انك تبع صديقك بمليون ريال مليون دولار ولا ريال حتى لو دولار لا ريال ما يسوى دولار يسوى حتى لو دولار انت انا سامح لك بيعني ب 100000 والله يبيعني لا ما ابي والله يبيعني لا انا موافق انا ماني موافق ما يجوز انا لا انا ماني موافق انا دايرك دنيا واخره دايرك دنيا واخره انا اسمع كلامي لا 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 بيعني يا زلمه مش اشتري لك صديق والله ب 3000 لا 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 شفت يا عباس اللي بيني وبينك انتهى حرفيا ورسميا لماذا سميت حلقات البصل بحلقات البصل حلو اي الله يهدي توكل على الله حلقات البصل وش شارتها لان ما فيها حلقه اخيره لا لا مو صحيح طيب لانهم كل عصر يروحون ايش يعني حلقات بصل بالانجليزي حلقات ايش بصل بالانجليزي ايش يعني حلقات البصل اصبر يا غزي اون يور رينج تحت تقول لي عاد اريون نينز وين هذا وين ايش دخلك انت ايش دخلك انت ايش دخلك انت بس ليه تجاوب انت سيبوه سيبوه ايوه ايش اللي افا يا هاني ترى والله تو سمعت شيء عنك ترى تونا طالعين فايزين انا عارف ايه سمعت يقولون هاني يفوز عشانه يعترض ويحتج خلاص اذا هذه الطريقه اعترض تفوز لا لا شف انت الان انت الان عمر داور اسمع يا انت الان ما تتهمني بسم الله انت تتهم فريق الاعداد ارتم انا ارتم لا لا انت تتهم فريق الاعداد الان يعني اي واحد يعترض فريق الاعداد يحابيه مو بصحيح مو بصحيح يا ابو عمر مو بعشان انهزمته اليوم اقول انثبر خلاص مو بعشان انهزمته هذا السعك على جبهتك دحين يا ها يا رغيب ده اسمه شو عارف لغاء العمالقه لغاء العمالقه لغاء العمالقه يعني العمالقه والله لو شوف انا انبسط عارف ليه الوحيد اللي قاعد يذبد لي هاني مقبل سامي جار الله انا لا, لا 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 بالعكس هم اصحاب وحبايب ما يبيعوا بعض بمليون ريال ما توقعت مليون دولار اوريك قاعد بعت والله مليون دولار يا قال ولدي قال لي تبيعه بمليون قلت له بعته لا 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 ولدك اي والله اخذ مليون ازوي اربع اجيب 70 زيهم خليه يمشي يشوف شو الطريق الحين لا يمزح ياسر عباس يمزح ينقص الرابط يمزح حيروح للسودان ينقص مزح صح عباس هو ذاته لو شاورته قلت له ابوك بيع ابو حشوف المقطع بعد 20 سنه عباس عادي والله بالعكس ينبسط والله شوف هنا اسكت قليلا ونحيل الملف الى ام عباس اتفاهمي مع زوجك يا ام عباس ابشر ما قاعد تتفرج ها حينقص يوصلها المبلغ اللي وصل لها مبلغ الذهب حيوصل لها المبلغ ده ولا المقطع ده يا مجدي بس صراحه كيف اثبتوا للمره الثانيه الفوز يعني والله ولا ما انتم شايفين احد ذليناهم ترى شوف هذا اللي كنت اخشاه يا ابراهيم ماذا نحن اللي فزنا ما هذا اللي كنت اخشاه جالسين نلعب بربع طاقتنا ترى صح هذا اللي كنت انا شوف احنا اخر ناس هناك ماني شايف احد انا هنا هذا إيه؟ هذا لانه علي مغطي علي مغطي المره الماضيه فزنا نحن 75 بدل 70 ما بقول لك شيء ولا 75 25 0 لكن محمد عباس فاز قال داير اخذ داير اقلص الفارق لا انا فايز فايز